سيدنا نعم عمر بن الخطاب، نعم مش الفاروق وبس، نعم. ولكن خلينا نوضح يعني ايه الملهم ومين لقبه باللقب ده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، سبحانه خلقنا ورزقنا وأعطانا من الخير ما لا يعد ولا يحصى، وصلاة وسلاما يليقان بمقام الحبيب سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، القائل في الحديث الصحيح: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. دخل النبي عليه الصلاة والسلام حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، فوجد كسرة خبز ملقاة على الأرض، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال لعائشة معلما وناصحا، ولنا نحن أيضا معلما وناصحا: يا عائشة حسني جوار نعم الله، فإن النعمة إذا دخلت إلى أهل بيت فلم يصونوها نفرت منهم. اللهم صل على الحبيب سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أستاذ الأمياء، عندما يعني نتحدث عن من تخرج من جامعة الأزهر نقول مثلا إنه جامعي أزهري. كبار العلماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يطلقون على العالم الذي منحه الله عز وجل سبل العلم والمعرفة إنه مسجدي، وسيدنا عمر بن الخطاب استحق عن جدارة واستحقاق لقب المسجدي، لأنه تخرج من جامعة المسجد، المسجد النبوي المبارك، هذه الجامعة التي كتب على بابها لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه الجامعة التي كتب على بابها طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. سيدنا عمر بن الخطاب كان ملهما، تخرج من هذه الجامعة الزعيم الملهم كعمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحي الكريم كعثمان بن عفان رضي الله عنه، والعبقري الفذ كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، كل هؤلاء تخرجوا من جامعة المسجد، ومن بين هؤلاء سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، الذي كان ملهما. يعني ملهما يا سلام، يعني كان صاحب نفس ملهمة. نفس ملهمة يعني إيه؟ يعني كان ما يقع في نفسه كان موافقا لما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كان صاحب نفس ملهمة. وحيتك عارفة أن القرآن لما حدثنا عن أنواع النفوس ذكر لنا 7 أنواع: نفس أمارة بالسوء، ونفس لوامة، ونفس مطمئنة، ونفس راضية، ونفس مرضية، ونفس ملهمة. النفس الملهمة اللي هي نفس عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، يلهمها الله سبحانه وتعالى بأشياء فتفعلها طاعة لله سبحانه وتعالى. وخليني أحكي لك عن وإحنا بنتكلم ونحن نعطر هذا المكان الآن ونعطر هذا الاستوديو الآن، عندما نتحدث عن سيرة سيدنا عمر بن الخطاب، فإذا ذكر عمر ذكر الإلهام، ذكر الفاروق، ذكر العدل، ذكر التكافؤ والاجتماعي، ذكر الإخلاص، ذكر القوة، ذكرت أشياء كثيرة جدا. سيدنا عمر بن الخطاب كان يخطب يوم الجمعة فوق منبر الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام، كان بيخطب يوم الجمعة فوق منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبينما هو يخطب إذا به يقطع الخطبة وينادي ويقول: يا سارية الجبل الجبل. إيه حكاية سارية ده؟ عمال يقول يا سارية الجبل الجبل. أين الجبل؟ الجبل كان في الأهواز. الأهواز دي فين حتة؟ اللي هي في إيران الآن. قعد ينادي ويقول يا سارية الجبل الجبل، سارية ابن محسن قائد الجيوش المسلمة اللي كان بيفتح بلاد الفرس في ذلك الوقت، قعد ينادي له يا سارية الجبل الجبل. ثم بعد ذلك أكمل خطبته. بعد ما خلص صلاة سيدنا علي بن أبي طالب سأله: يا عمر، لما قلت هذا من فوق المنبر يا أمير المؤمنين؟ فقال: خيل إلي أن سارية يعني لو لم يلزم حضن الجبل فإن هناك كمينا أعد له وسوف يقتلون عددا كبيرا من الجنود، فأنا قلت له هذا ولا أدري لما قلت له هذا. صور حضرتك صوت عمر وهو في المدينة أوصله الله سبحانه وتعالى إلى إيران، لم تكن هناك حتى مكبرات صوت أو بث مباشر عبر أقمار الاتصالات أو شبكات المحمول أو شبكات الاتصالات اللي هي الموجودة دلوقتي، لكن أوصل الله سبحانه وتعالى صوت عمر بن الخطاب عن طريق شبكة الاتصالات الربانية، حيث وصل صوت عمر من المدينة إلى الأهواز، فسمع قائد الجيوش سارية صوت عمر وهو يقول له: يا عمر إلزم الجبل. فلزم الجبل فنجى الجيش وكتب الله سبحانه وتعالى له النجاة. ده الإلهام، يعني حاجة يوقعها الله سبحانه وتعالى في قلبه
وفي عقله وفي أذنه والملائكة تهذو إليه لأن عمر فيلهمه إزاي يدبر الأمور. فالله سبحانه وتعالى فهمه إزاي يدبر الأمور. موقف تاني أعظم من كده يؤكد لك إلهام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وذلك أن هذا الرجل الصالح كان ذا في عهد رسول الله في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا علي بن أبي طالب كان نايم فرأى في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى كده يعني في المنام كأنه شاف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وواحدة ست جاية على باب المسجد النبوي وقالت له يا علي خذ هذا الطبق المليء بالتمر واعطيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فده في المنام لسه خد الطبق ودخل به للرسول في المسجد النبوي، قال له يا رسول الله هذه المرأة جاءت لك بهذا الطبق. فأخذ الرسول من الطبق أخذ منه بلحة واحدة وشال منها النوايا ووضعها في فم سيدنا علي بن أبي طالب، فقال له زدني يا رسول الله إذا بالفجر يؤذن قل الله أكبر الله أكبر. فقام وتوضأ وذهب إلى المسجد النبوي ليصلي خلف عمر بن الخطاب، فلقى نفس الست اللي شافة في المنام موجودة فين؟ موجودة قدامه ومعها طبق مليان تمر. قالت له خذ هذا الطبق واعطيه لمين بقى؟ اديه لمين؟ اديه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأخذ الطبق وأعطاه لعمر بن الخطاب، وإذا بعمر بن الخطاب يأخذ منه بلحة واحدة أو تمرة واحدة ويشيل منها النوى ويضع التمرة في فم سيدنا علي، فقال له زدني يا خليفة رسول، زدني يا أمير المؤمنين، زدني يا أمير المؤمنين. سيدنا عمر تفتكر قال له بقى إيه؟ قال له والله يا علي لو زادك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام لزدناك، لو زادك الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام لزدناك. إيش عرف عمر إن سيدنا علي شاف في المنام الرسول وداله تمر؟ أكيد القلوب عندما تتلاقى، النفوس الملهمة، النفوس اللي هي المؤمنة، النفوس اللي هي متوكلة على الله، النفوس اللي هي حياتك ما بتشيلش. أنا قلت لحياتك إزاي إحنا نرتقي بنفوسنا من نفس أمارة بالسوء إلى نفس راضية إلى نفس لوامة إلى نفس ملهمة زي نفس سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولذلك يقول العلماء إن كل ما يأتي من الأذن اليمنى يسمى خاطر وهو من الملائكة، وكل ما يأتي من الأذن اليسرى يسمى هاجس وهو من الشيطان. طيب هعرف إزاي أنا الهواجس من الخواطر؟ إزاي يا أستاذ لمياء أعرف الهواجس من الخواطر؟ قال العارفون بالله لمة الملاك إعاز بخير ولمة الشيطان إعاز بشر. واضحة ايه؟ واضحه واضحه. لما تلاقي حد بيقول لك في ودنك اليمين مثلا خير بزع خير قوم اعملي كذا قوم صلي ربنا ركعتين قوم اعملي كذا ده كويس قوي. لما حد يشوف حد بيقول له في ودنه قوم صالح مراتك ما تبقاش زعلانه منك يبقى ده خير وشيء عظيم جدا. لما تلاقي حد بيقول لك ازاي فلان يكلمك بالشكل كده لازم ما تسكتلوش اعمل فيه واعمل فيه او اجل الصلاه شويه مش الصلاة مش شوية دلوقتي ما هي لسه جميل او برنامج التوك شو رائع فاتفرج عليه. كل هذا ممكن يبعدنا عن منهج الله سبحانه وتعالى. فعشان كده نخلي بالنا من بين الهواجس وبين الخواطر. الخواطر حاجة نعملها خير، أما حد يقول لنا نقرأ قرآن يبقى نقرأ قرآن، حد يقول نعمل خير نعمل خير، أما الهواجس فهي من الشيطان الرجيم والعياذ بالله سبحانه.